نفت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة صحة الخبر المنشور بإحدى الصحف المحلية، ورد فيه أن وزارة المالية خاطبت بلدية الكويت بضرورة استملاك القطعتين 5 و10 بمنطقة خيطان لتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية. وقال مدير الإدارة فهد الشعلة إن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تعمل ضمن إطار الدستور، مؤكدا أن الإدارة لا تألو جهدا في الحفاظ على المال العام، وأن الجهة التي تقوم بالدراسات التنظيمية في هذا الصدد هي بلدية الكويت والمجلس البلدي وفقا لما نص عليه قانون بلدية الكويت.